نرجع ايش بينك وبين القضاء الشرعي؟ بيني وبينهم وايد. اللي سووه في المرأة البحرينية مو شيء قليل. سنين المرأة تدخل هذه المحاكم وتنظلم فيها وتنقهر. الحين احنا وصلنا الى مرحلة، خلاص وصلنا الى مرحلة طيب الانهيار. احنا عندنا مشكلة تحديد النسل، احنا ما عندنا تحديد نسل في البحرين. والشيعة يتزوجون متعة في البحرين، ويجي ويعني وينجبون اطفال بلا عدد وبلا حساب، والشارع يربي. زين، شيء طبيعي اذا الاب يتزوج فلبينية، يتزوج بحرينية، ويتزوج واحدة ثالثة من ايران، وياخذ له متعة 2000 3000 من هني، كم طفل بيجيب؟ إذن في 12/9 صرحتي تصريحا بأنك تدعين أو تطالبين وتنصحين الخليجيات والبحرينيات بالذات المضطهدات باللجوء الاجتماعي إلى فرنسا. يعني تبغين معارضة من الخارج، عفوا إلى إسبانيا. لأن الوزير تبين معارضة من الخارج. مو القصد أنه معارضة من الخارج، القصد أن هم يحتمون أو يعيشون في بلد آمن. لأن يعني إذا المرأة ما حصلت على الأمان في بلدها، ما حصلت على الأمان في محاكمها، ما حصلت على الأمان في بيت الزوجية، طيب وين تروح؟ وين تروح؟ في ناس يقولون أن غادة جمشير سنية، وبالتالي هي ترفع اللواء ضد الزواج مقرر شرعا عند الشيعة. مقرر شرعا؟ عند الشيعة مقرر شرعا. الشريعة الإسلامية أقرت المتعة، أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك، التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها 2 3 سنين 4 سنين. طيب عشان ما ندخل بس في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة خلاص اشرح لك شنو هو. هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو هو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين، الرضيعة يعني كم عمرها؟ سنة، سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل، هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ خل المتعة، المسيار شنو معنات المسيار؟ تقول أنا شيء، أنا سنية وأهاجم الشيعة؟ لا، أنا أقول لك في ناس يقولون زي كذا. لا لا لا، أنا بقول لك المسيار شن هاو، المسيار شن هاو، يعني يتزوج واحدة في بلد ثانية ويروح يسير عليها في الشهر مرة، يزورها، اسمها متزوجة. هذه النوع من الزيجات مش بالضرورة بالشهر، ممكن كل يوم. هذه النوع من الزيجات، هذه النوع من الممارسات تحط من كرامة المرأة كإنسان. طيب. المرأة طول عمرها محبوسة في البيت، ما تخرج إلى العمل السنين اللي فاتت، ما تخرج للدراسة برا، ما تسافر برا تدرس السنين اللي فاتت. فئة بسيطة منهم، فئة بسيطة اللي تسافر وتدرس في الجامعات برا البحرين أو في يعني إنزين، موجودة في البيت للطبخ وللكنس ولتربية الأطفال. من وين فيها الثقافة؟ من وين فيها الثقافة؟ وفي بعض النساء يعني أهاليهم متشددين يتزوجونهم حتى زواج إجباري. إذن أنت قول لي ليش تمارس عادة الختان إلى اليوم في الوطن العربي؟ ليش؟ لأن ما في تثقيف، ما في توعية، ما في توعية. يعني من كم يوم توفت بنت اسمها أنعام 4 سنوات عمرها في السودان. ليش؟ ممارسة الختان، صادها تسمم في الدم 4 سنوات. أنا على ثقة كاملة بأني أنا اللي قلته كله واللي سويته حق 100%. طيب، من ضمن الأشياء اللي وجهتي فيها أنت كفرتي في بعض الأماكن، منتديات إنترنت. عادي، صحيح ولا ما كفروني حتى على المسايد. عادي. طيب، هل تعتقدين حسب هاي الكلام أنا يأثر فيني؟ طيب، ما يكفروني، ما يهمك. لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي حدد أنا أدخل الجنة أو أدخل النار. ما تعتقدين هذول اللي كفروك، اللي كفروك، ما تعتقدين أنهم هذه الأساليب ضعيفة يستخدمونها، أنهم يقولون كلمة الحق؟ أنت قاعدة تقولين أنا أقول كلمة الحق. ومن أعطاهم الإذن أنهم يكفروني؟ ومن أعطاك الإذن؟ ليش ما دخلوا في قلبي علشان يعرفون أنا؟ هم يقولون أنه شافوني أصلي ولا ما أصلي، روحاتك بس، ولا لأن ما على رأسي حجاب. إذن ما تهتمين بي، ما تتأثرين بي، مول كلش، وش ولا يحرك فيني